مساء الخير. مساء النور. كنت عايز اقابل خالي بعد اذنك. والله مش موجود. خلاص انا هستناه. بس ممكن ما يجيش النهارده. خلاص يبقى يا ريت تاخدي لي ميعاد معاه من دلوقتي. ما اقدرش. يعني ما تقدريش؟ مشيت السكرتيره بتاعته؟ اه بس واضح ان حضرتك زعلته المره اللي فاتت، عشان كده نبه عليا ما دخلكش عنده تاني. طب بطلي بقى تكذبي عليا وتحوري وتقولي ان هو مش موجود، ما كنت من الاول تقولي ان هو مش عايز يقابلني وخلاص. اولا انا ما بكذبش، ثانيا هو فعلا مش موجود هنا دلوقتي، وبرضه منبه عليا انه مش عايز يقابلك. انا اللي مش عايز اقابله. على فكره انا ما كنتش جاي النهارده عشان اطلب منه اي حاجه. انا كنت جاي اشكره على حاجه هو عملها، بس واضح كده ان انا غلطت ان انا جيت. عن اذنك. انا فين؟ انت في المستشفى. بس انت يغمى عليكي وانت في الشركه ونقلناكي على المستشفى انا وواحد زميلك من الحسابات، بس هو اضطر يمشي يعني عشان عياله. فضلت انت؟ ايوه طبعا، كان لازم افضل معاك لغايه ما اطمن. معلش تعبتك معايا. لا ابدا مفيش تعب ولا حاجه، المهم ان انت تبقي احسن. الحمد لله احسن شويه. اصل انت بعد ما جيتي هنا على طول يعني سلك الضغط ولقوا ان ضغطك عالي جدا، فاضطروا ان هم يدوكي حاجه عشان يرجعوا الضغط المعدل الطبيعي، فتقريبا هي دي اللي نيمتك. اصل تعبت شويه في الشغل اليومين دول. لا ما هو انت برضو المفروض ما تضغطيش على نفسك اكتر من كده. هم قالوا ان انت اول ما تصحي على طول هيعملوا لك تحاليل عشان يعرفوا سبب اللي حصل. ربنا يسهل. اتفضل انت وانا هعرف اروح لوحدي. طيب ممكن تديني رقم اي حد من اهلك عشان اكلمهم يجي ياخدوكي؟ عندي اخت واحده في بيروت هي وعمتي. طيب باباكي او مامتك؟ ماتوا هما الاثنين في حادثه من 5 سنين. الله يرحمهم. خلاص يبقى هكلم خالي عشان يبعت لك عربيه ترجعك على البيت. حسين بيه في اسكندريه في مأمورية ومش هيرجع قبل بكره. خلاص انا هفضل معاكي لغايه ما تقومي بالسلامه واروحك. لا معلش انا يمكن استنى هنا عشان اعمل التحليل اللي بيقولوا عليها. اتفضل انت ما تعطلش نفسك. خلاص براحتك. عن اذنك. على فكره انا اسفه على الطريقه اللي كلمتك بيها في الشركه. انا مش وحشه زي ما انت فاكر. لا ولا يهمك، أنا متأكد إن خالي هو اللي مخوفك مني. على فكرة يعني أنا كمان مش وحش زي ما أنت فاكرة. عن إذنك. ميرسي. ألف سلامة عليكي.